شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق، هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان حديثنا يدور حول عالم الآخرة، وفي هذه الليلة نتحدث بإذن الله تعالى حول الرابطة بين الأموات والأحياء، وفي هذا الموضوع هنالك مبحثان. المبحث الأول: هل تنقطع رابطة الفرد عن هذه النشأة بانتهاء حياته أو لا؟ والمبحث الثاني: هل هنالك دور للأموات في جلب الخيرات إلى الأحياء أم لا؟ أما حول المبحث الأول، فتارة نتحدث عن قضية الرابطة في إطارها الخاص، وتارة نتحدث عنها في إطارها العام. أما الإطار الخاص فنعني به رابطة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. هل هذه الرابطة تنقطع برحيلهم عن هذه الحياة
أو تبقى؟ مئات الملايين من المسلمين منذ أكثر من 1400 عام وإلى هذا اليوم يعتقدون أن هذه الرابطة لم تنقطع. يذهبون إلى مراقدهم، يتوسلون بهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويطلبون منهم أن يكونوا شفعاء بينهم وبين الله تعالى. عندما نذهب إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه ننكب على القبر كما في الرواية المروية، ونقول له: أشهد أنك تسمع كلامي وتشهد مقامي. هذه هي عقيدة الملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين من المسلمين منذ اليوم الأول وإلى هذا اليوم. وإذا ذهبتم إلى شرق الدنيا وغربها في بلادنا تجدون مراقد للأولياء، حتى أحيانا لعلكم شاهدتم قرية لا يسكنها إلا مجموعة محدودة في قمة الجبل، وإذا بكم هنالك تجدون مرقد من مراقد الأنبياء أو الأولياء وعامر. يقصد هذا المرقد من بلاد بعيدة، إيران مملوءة بالمراقد، مراقد الأنبياء والأولياء، وهنالك قبر للنبي دانيال. النبي دانيال له مرقد في شوش. العراق مليئة بمراقد الأولياء والأنبياء، هنالك قبر النبي هود، وهنالك قبر النبي صالح، وهنالك قبر النبي ذي الكفل. في فلسطين المحتلة الآن بأيدي اليهود هنالك مراقد مجموعة من الأنبياء، قبر النبي إبراهيم، قبر النبي يعقوب، قبر النبي يوسف على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام، لهم قبور ومراقد. الأردن يحتوي على مراقد لفيف من أنبياء الله،
المؤمنون المسلمون في كل مكان يأتون إلى هذه المراقد ويخاطبون صاحب هذا المرقد كما يخاطب أحدنا الآخر، كما كنا نخاطب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والأنبياء والأولياء في حياتهم، نخاطبهم بعد وفاته. لا نرى هنالك فرقا فيما بين حياتهم وبين موتهم. إذن الرابطة لم تنقطع، ولكن هنالك فرقة قليلة شذت عن إجماع المسلمين ويعتقدون أنهم هم المسلمون الحقيقيون. كل المسلمين من 1400 عام كانوا مشركين، ولكن هم وحدهم الموحدون الحقيقيون، المسلمون الحقيقيون. هؤلاء يعتقدون بأن هؤلاء انتهوا، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تحول إلى جماد، فكيف تذهب إلى قبره وتخاطبه؟ وهل تخاطب جمادا؟ وهل الجماد قابل للخطاب؟ وينهون بعنف عن ذلك. الحقيقة أوضح دليل، أو من أوضح الأدلة على أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حي، وأنه لا فرق بين حياته وموته من هذه الجهة، ما يقوم به الملايين من المسلمين في كل يوم. إحنا في كل يوم نخاطب النبي صلى الله عليه وآله عدة مرات. بعد التشهد الأخير نخاطب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ونقول له: السلام عليك أيها النبي. الكاف كاف الخطاب، ورحمة الله وبركاته. هل تخاطبون جمادا؟ هل تخاطبون كائنا لا يشعر ولا يفهم؟ ذلك الرجل يقول في كلمة معروفة، يقول: عصايا خير من محمد صلى الله عليه وآله، لأن عصايا تنفع ومحمد لا ينفع. تحول إلى جماد، انتهى. إذا تحول إلى جماد فكيف تخاطبونه؟ هذا كل المذاهب الإسلامية، لا فرق بين مذهب ومذهب، على اختلاف المذاهب في تفريعاتهم الفقهية، ولكنهم يتفقون على هذه القضية. منتهى الأمر، بعضهم يقولون إن هذا واجب، وبعضهم يقولون إن هذا مندوب. هذا هو الفرق. ولكن هذه سنة، أن تخاطب النبي صلى الله عليه وآله في كل صلاة من صلاته.
هذا أوضح الدليل الخطاب على أن النبي صلى الله عليه وآله حي، وهنالك رابطة لم تنقطع فيما بينه وبيننا. في صحيح البخاري المجلد الثاني صفحة 92 باب الميت يسمع خفق النعال. الميت عندما وضعتموه في قبره، هؤلاء الذين شيعوه نعالهم تخفق، هذا الميت يسمع خفق النعال. هذا مو الكافي، هذا صحيح البخاري أصح كتاب عندهم بعد كتاب الله تعالى. الميت يسمع خفق النعال، ورسول الله صلى الله عليه وآله لا يسمع خطابنا. هذا معقول؟ ويذكر هنالك رواية، وفي ضمن هذه الرواية حتى أنه يعني الميت يسمع قرع نعاله. الميت يسمع والنبي لا يسمع. بعض العلماء يشيرون إلى موضوع لطيف في القرآن الكريم، القرآن الكريم لاحظوا سورة الأعراف، آية 91 إلى آية 93، لاحظوا الآية، انظروا ماذا تفهمون من هذه الآيات. الله تعالى يقول فأخذتهم الرجفة، قوم شعيب، فأصبحوا في دارهم جاثمين، يعني ميتين لا حراك لهم. وفي بعض الروايات احترقوا كأنهم الجراد المقلي. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، كأنه ما كانوا، انقطعت آثارهم، كأنه لم يكن هنالك قوم يقال لهم قوم شعيب. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، فتولى عنهم. الفاء في اللغة العربية تدل على ماذا؟ الفاء تدل على الترتيب. ابن مالك يقول في منظومته المشهورة والفاء للترتيب باتصال، وثم للترتيب بانفصال. فتولى عنهم، القوم انتهوا، أخذتهم الرجفة، أصبحوا جاثمين. كانوا هم الخاسرين، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي. المن داي خاطر؟ القوم انتهوا، أصبحوا جاثمين. بعد أن انتهوا وأصبحوا جاثمين وأصبحوا كالجراد المقلي كما في الرواية، يخاطبهم
يخاطب جماد، يخاطب كائنات لا تفهم. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. ما أتألم، القوم المعاندون، القوم الذين لم تنفع فيهم الموعظة، كيف آسى عليه؟ لاحظوا الآيات، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. قوم شعيب يفهمون الخطاب، ولكن النبي الأعظم وأولياءه الكرام لا يفهمون الخطاب، وخطابهم لا فائدة فيه، وخطابهم لغو. لاحظوا هذه المفارقة. هذا المبحث يحتاج إلى معالجة مطولة، ولكن هذه كانت إشارة عابرة، ولعلنا نوفق في بعض البحوث إلى تناول هذه القضية على نحو التفصيل. إذن البحث الأول أن هذه الرابطة بين الأموات والأحياء لا تنقطع في إطارها الخاص. المبحث الثاني أن الرابطة بين الأموات والأحياء في إطارها العام هل تنقطع أو لا تنقطع؟ الشيء الذي يظهر من بعض الروايات الواردة أن هذه الرابطة لا تنقطع، وأن هذه الرابطة دائمة وباقية. في هذا المجال هنالك عدة أسئلة. السؤال الأول، لماذا تبقى هذه الرابطة؟ السؤال الثاني، كيف تتحقق هذه الرابطة؟ السؤال الثالث، كم مرة يزور الأموات الأحياء؟ البحث الرابع، هل يعرف الأموات كل شيء مما يجري على الأحياء أو لا؟ هذه تساؤلات أربعة. السؤال الأول، لماذا تبقى الرابطة؟ لم أجد في الروايات في هذه العجالة تعرضا للجواب على هذا السؤال، ولكن الذي يحتمل أن يقال، والله أعلم بحقيقة الحال، هي أن الرابطة الخارجية تتحول إلى جزء من كيان الفرد،
أنتوا إذا عشتوا مع جماعة، حتى إذا عشتوا في مكان، هذه الرابطة الخارجية تتحول إلى جزء من كيانكم. ولذلك إذا فارقت ذلك المكان، إذا فارقت أولئك الأحبة، هذا الحنين يبقى. الحنين إلى البيت الأول يبقى، الحنين إلى البلد الأول يبقى، الحنين إلى الأقرباء يبقى. لعله هذه شعبة من لطف الله تعالى ومن كرم الله تعالى. الأموات انتقلوا إلى نشأة ثانية. ولكن هذا الحنين يبقى، هذا الحب يبقى. الله تعالى من لطفه وكرمه لا يقطع هذه الرابطة، هذه الرابطة تظل، والميت يظل في تواصل دائم مع أقربائه. السؤال الثاني، كيف تتحقق هذه الرابطة؟ الجواب على ذلك الطريق أو إحدى الطرق زيارة الأموات للأحياء. الأموات يأتون إلى بيوتهم ويرون أهلهم. السؤال الثالث، كم مرة تتحقق هذه الرابطة؟ الجواب على ذلك يختلف الأفراد، وباختلاف الأفراد تختلف الرابطة. وفي الرواية الشريفة، إنه يكون على قدر فضائلهم. الميت كم درجة فضيلته؟ وكم قربه إلى الله سبحانه وتعالى؟ بنفس تلك الدرجة يتمكن أن يزور أهله. بعض الأموات يزورون أهليهم في كل يوم، وبعض الأموات يزورون أهلهم في كل يومين، وبعض الأفراد يزورون أهليهم في كل 3 أيام. وأدنى المؤمنين مقاماً، أقلهم درجة، يزور أهله في كل جمعة. هذا الشيء المعروف أنه الآباء الأجداد كانوا يقولون اذكروا موتاكم في أيام الجمعة، لأن كل مؤمن يزور أهله في يوم الجمعة وهو ينتظر وهو يتوقع. فإذا لم يعتني به الأهل، لم يعتني به الأقرباء، لعله يعود متأثرا. البحث الرابع، هل يطلع الأموات على كل ما يجري على الأحياء؟ الجواب على ذلك كلا. في
في الروايات الشريفة أنه المؤمن يستر عنهما يكره. ولعل السبب في ذلك أنه هناك بعد الأموات المؤمنون يعني هؤلاء انتهى امتحانهم في هذه الحياة، مشكلاتهم انتهت، معاناتهم انتهت، الآن بعد هناك يشوفون هذا من أقربائهم يعاني هذه المشكلة وذاك يعاني هذا المرض، هذا يحزنهم في العالم الآخر. ولذلك كما في الرواية يحجب عن المؤمنين ما يكرهون. أتلو بعض الروايات الواردة في هذا المجال. الرواية الأولى، هذه الرواية ينقلها البحار عن الكافي، وسند هذه الرواية معتبر. الرواية ينقلها الكليني رحمة الله تعالى عليه عن علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير ثقة، عن إبراهيم ابن هاشم ثقة أو ممدوح، وعلى كلا التقديرين لا يضر بصحة هذه الرواية، يعني باعتبارها. عن ابن أبي عمير من أصحاب الإجماع من الطبقة الثالثة، عن حفص ابن البختري ثقة، فهذه الرواية رواية صحيحة على المختار وحسنة على بعض المباني. عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق قال: إن المؤمن ليزور أهله، الرابطة لم تنقطع، فيرى ما يحب ويستر عنه ما يكره، يحجب عنه ما يكره. وإن الكافر ليزور أهله فيرى ما يكره، هذا النوع من العذاب له، ويستر عنه ما يحب. قال، هذه تتمة الرواية: ومنهم من يزور كل جمعة، في كل أسبوع مرة واحدة، ومنهم من يزور على قدر عمله، بمقدار عمله. الرواية الثانية: فإذا رأى، اختصر بقية الروايات، فإذا رأى أهله يعملون بالصالحات، المؤمن حمد الله على ذلك، أنه أهله في ذلك الخط الذي مشى فيه. وإذا رأى الكافر أهله يعملون بالصالحات كانت عليه حسرة. لماذا؟ لأنه ضيع هذه الأعمال، عندما يشوف هذه الأعمال يتألم أنه لماذا هو لم يعمل هذه الأعمال. الرواية الثالثة: سألته عن الميت يزور أهله؟ قال: نعم. فقلت: في كم يزور؟ قال: في الجمعة وفي الشهر
وفي السنة على قدر منزلته. جمعا بين الروايات أنه يزورهم في السنة أو في الشهر، هذا لغير المؤمنين. الرواية الأخرى: يزور المؤمن أهله؟ فقال: نعم. فقلت: في كم؟ قال: على قدر فضائلهم، منهم من يزور في كل يوم، ومنهم من يزور في كل يومين، ومنهم من يزور في كل 3 أيام. ثم رأيت في مجرى كلامه يقول: أدناهم منزلة يزور كل جمعة. الرواية الأخرى: ما من مؤمن إلا وهو يلم بأهله، يعني يأتي أهله في كل جمعة. هذا باختصار حول البحث الأول. المبحث الثاني: هل هنالك دور للأموات في جلب الخيرات للأحياء؟ الجواب على ذلك: الشيء الذي يظهر من بعض الروايات ومن بعض القضايا المنقولة أن للأموات دوراً في هذا المجال. أقرأ لكم رواية واحدة ثم ننقل قضيتين تتعلقان بهذا الموضوع. أما الرواية فينقلها الكليني رحمة الله تعالى عليه في الكافي. إذا أحببت أن تراجع الرواية في مرآة العقول، جزء 14 صفحة 195، عن أبي عبد الله قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليهم: زوروا موتاكم فإنهم يفرحون بزيارتكم. يفرح. وفي بعض الأحاديث: إنهم يستوحشون إذا فارقتموهم. هذا الحب وهذه العلاقة باقية. وليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه وعند قبر أمه بما يدعو لهما. إذا واحد عنده حاجة يذهب إلى قبر أبيه أو يذهب إلى قبر أمه ويدعو لهم ويطلب من الله سبحانه وتعالى قضاء حاجته. هنالك بعض الأفراد أوفياء لآبائهم وأمهاتهم وذوي الحقوق عليهم في حياتهم. ذوي الحقوق علينا كثيرون، آباؤنا كلهم لهم حقوق علينا، آباؤنا أجدادنا إلى آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، كل هؤلاء لهم حقوق علينا. المؤمنون منهم أمهاتنا لهم حقوق علينا، المعلمون لنا لهم حقوق علينا. هناك بعض الأفراد وفاؤهم في حال حياة هؤلاء
فإذا ماتوا انتهى كل شيء. هنالك في الأحاديث أن الرجل قد يكون باراً بوالديه في حياتهما، وبعد وفاتهما يتحول إلى عاق لوالديه عقوق، فيذهب إلى قبر أبيه ويذهب إلى قبر أمه ويدعو لهما. هذا يكون عامل بإذن الله سبحانه وتعالى في قضاء حاجته. الكبار في مدينة قم حول المرحوم الوالد رحمة الله تعالى عليه، كان ينقل لي هذه القضية وهو يبكي. قال: كان عندي ولد والابن الآن حي والأب الآن حي. قال: كان عندي ولد مرض هذا الولد، وكلما ذهبنا به إلى الأطباء واستعملنا الأدوية العلاج لم ينفع، وفي كل يوم كانت حالته تزداد سوءا، ووقع على فراش المرض وكانت الحركة شاقة عليه. يقول: حتى فقدت الأمل من شفائه. يقول: في يوم من الأيام ذهبت إلى قبر المرحوم الوالد وتحدثت معه وأخذت أعاتبه أنه أنتم الآن في عالم الآخرة يدكم مطلقة، فتشفع لي عند الله سبحانه في شفاء هذا الولد. يقول: قلت له ذلك بحالة عتاب. الوالد يدعو هذا الأب يعني عند القبر، والابن يرى هذه الرؤيا في حالة المنام. الابن يرى في حالة المنام في عالم الرؤيا أنه دخل إلى مكان والمرحوم الوالد في صدر المكان. يقول: فجلست عند الباب، ولكن الذين كانوا عند الباب قالوا لي أن السيد قام لك وهو ينتظرك. يقول: أنا مرحت إلى ذاك المكان. يقول: فقال لي: والدك جاء عندي وشكى حالك عندي، ثم قال: كل شيء له أمد، وأمد مرضك قد انتهى. الأب عند القبر والابن في عالم الرؤيا. الابن يستيقظ من المنام وشيئا فشيئا يتماثل إلى الشفاء، وقبل شهر أو شهرين رأيته يمشي واستعاد عافيته بشكل كامل أو شبه كامل. هنالك قضية أخرى لا بأس أن ننقلها ونختم بها الموضوع، عن المحدث القمي رحمة الله تعالى عليه صاحب مفاتيح الجنان
المحدث القمي توفي، ابنه كان أحد الخطباء ومن الذين يخدمون سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في المنبر. مرت على هذا الابن ظروف قاسية، ظروف مادية، ففكر ماذا يفعل. الشيء اللي خطر في باله بعد التفكير أن يذهب إلى إدارة من إدارات الدولة في عهد الشاه، ويصبح موظفاً هنالك دفعاً لهذه الضائقة المالية. ولكنه لم يذهب، يقول في عالم الرؤيا: في الليل رأيت والدي المحدث القمي رحمة الله تعالى عليه، وقال: يا بني لا تفعل هذا العمل. ثم قال لي: الدولة العادية تتكفل موظفيها في أوقات الاضطرار. الموظف إذا أحيل إلى التقاعد بعد ما عنده مصدر من المصادر المالية، الدولة تتكفل. فهل ترى أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أقل من دولة عادية؟ لا يتكفل الذين خدموا، لا تفعل هذا العمل. ثم في عالم الرؤيا أعطاني مقدارا من الماء. استيقظت من المنام، غدا جاء الشخص وطرق الباب. الابن في طهران والأب مدفون في العراق. طرق الباب، فتحت الباب، رأيت رجلا أعطاني مبلغا ضخما من المال وقال لي: هذه حوالة من أبيك لك. كيف هذه الحوالة؟ المحدث القمي اللي كان في ذلك الوقت تحت التراب ميت، ماذا فعل؟ لا نعلم. قال: هذه حوالة من أبيك لك. يقول ابن المحدث القمي: بعد ذلك الوقت تحسنت حالتي وما احتجت إلى شيء أبدا. على كل حال، هنالك رابطة وثيقة فيما بين الأموات والأحياء، وكلما فعل الفرد من الخيرات والمبرات للأموات يكون أقرب إلى خيراتهم وبركاتهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام فالكنز علمك حين تنفق.
بين الظلام وبين نور مشرق هدي